هنا أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المسرخ جنوب تعز يكبدون الميليشيا وأتباع المخلوعة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. انسحاب بطعم الموت ومرارة الهزيمة وسقوط تلو آخر للميليشيا في عدد من مناطق المديرية، ولم يبقى سوى جبل المطالي الذي تحصره المقاومة من جبهة الأقروض ومنطقة القحقاح المطلة على مركز المديرية. ورسالتنا للشباب المقاومون، نحن نقول لهم لا تغادر خندقك، لا تسأل أين المفر، مت على أرضك حرا شامخا موت الشجر. حصار مطبق ولا خيار ثالث أمام الميليشيا المتبقية في مديرية المسراخ، الموت أو الاستسلام. من هنا جنوب شرق تعز فهمان الطيار لقناة بلقيس.